جمجمة الطيبة في الصوامل عن الزين الزين تحل العينين الحوايج مستفيد. المعلمة الطانيسمية اللي كيتكلا ولد فاميليا اللي بوا السبعة مولبية وهو السي عثمان بالعربية. أنا كيقول لك انتهى الشيح والريح ما هنايا حتى المحمدية والطيح. والله 17 المحمدية والطيح. واش درتو عشماني؟ أنا كيقول لك سبع ايام الله يزيدنا ويزيدنا في الايام. انا كيقول لك في خطر العائله ديال العروسه وفي خطر العائله ديال العريس وفي خطر لافاميل وفي خطر الاصدقاء وفي خطر الجماعه واحد واحد ما فيهم تالي من الولي للولي من السقيه الحمراء حتى المولى عبد القادر الجيلاني. انا كيقول لك في خطر حبابه وفي خطر صحابه وفي خطر النساب وفي خطر عائل شق مع عائل ديال. قال لك اللي سبق عليا ورماني في البحر اللي ما لقيت عليها حتى الغشام ضحكوا فيا واللي ما فاهمش واش توريه. انا قال لك بالسيف اللي ما مجرب يضحك والمبلغ كيف يقول الله يتوب عليه. انا سبت الطير الحر ونوح وتخمام بين يديه. اشوف الطير الحر اللي كان قايم ولا فلان بعد العراش كانت تهتم به لكن نفخه والسوله ما تغيرت غير الطير الحر والسوله تواتي. هذه في خطر خاصي عثمان وفي خطر العائله ديالك وفي خطر وفي خطر الاصدقاء وفي خطر مول الفرح اللي قادوا يستاهل وفي خطر الجماعه وفي خطر العائله وفي خطر العائله ديال العروسه وفي خطر العائله ديال العريس. Thank you.